السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أول كرة وأول ركنية في كون من إيريك غارسيا وجيل كوندي، كرة لرافينيا على تسديدة، جول رافينيا، لا لا يا سلام عليك، سكيو يسجل هدف رائع، تأبى الدخول الكرة في اللعب، زال عنده الكرة الآن ليفاندوفسكي، دبلي خبرته تجربته في حاجة إليها، عرضية رائعة، جول البرازيلي حطها في رجل حتى تتموقع بهكذا الشكل خلف رافينيا، رجعت مرة ثانية، اي 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 هذه المرة كرة دبلي 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 اوبا 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 هنا تمريرة رائعة وجول وبيدري وجول بيدري الذي يسجل أول أهداف هذا الموسم.